بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده الجزء الأخير في الوحدة الأولى، ده الليسن 5 and 6. هنحل الجزء كله مرة واحدة في فيديو واحد. تعالوا بقى نمشي كده فيه ونخلصه. بمجرد ما نخلص الجزء ده إن شاء الله استنوا امتحان محترم على الوحدة الأولى. الامتحان ده هيكون كبير شوية أنا عارف، وطبعا لازم تبقى أنت مؤهب نفسيا لذلك. يعني هحاول أجيب كل الأفكار اللي ينفع تيجي في امتحان في الوحدة الأولى علشان يبقى احنا كده فرمناها بشكل محترم ومختلف. تعالوا نبدأ. بسم الله. It takes roughly 2 hours to get to the company. بداية كلمة get to يعني يصل إلى، وأنت بتستخدم get to أي حاجة ما عدا get home يصل للمنزل، get here و get there و get somewhere، يعني الحاجات دي كلها كده ما ينفعش ناخد معاها to. فأنت بتقول get to school، get to أي حتة ما عدا home، here، there، somewhere. طيب الحتة الأهم من ده كله كلمة company معناها شركة برضو، ولكن لما تقول لي مثلا كلمة شركة سوري معناها a company، a company دي كده معناها شركة، لكن company الاسم الغير معدود معناها صحبة. تمام. طيب السؤال بقى على الحتة بتاعت على roughly. كلمة roughly هنا بيقول لك الموضوع بياخد تقريبا ساعتين عشان نوصل، فroughly هنا معناها approximately. بس عايزك تعرف برضو ان كلمة roughly دي ممكن تديني معنى not gently. على سبيل المثال اقول لك she grabbed، يعني هي جذبت، she grabbed my hand يعني هي جذبت يدي roughly. كلمة roughly هنا مش هينفع نقول عليها approximately، هنا بقى not gently، gently او not kindly بغير رفق. فانت بتحل كده خليك خلبوس طلع كل الملاحظات. الجملة التانية the convict اللي هو الشخص المدان يعني behaved in a dishonest way. behave هنا معناها يتصرف او يسلك، بتساوي في المعنى كلمة act يتصرف او يسلك. الجملة التالتة once I got my breath back. got my breath back معناها بدأت اتنفس بشكل طبيعي، يعني معناها يستريح او يهدأ، يعني من الاخر start to breathe again in a normal way. طب المهم يعني هو بقول لك الكلمه دي بتساوي found difficulty in breathing ولا shouted many madly for help ولا faced the situation bravely ولا started breathing normally again. يبقى يبقى started breathing normally again. وده سؤال من اللونج مان، يعني معنى كده ان هو من موقع موقع النشر بتاع الوزاره. فمهم مهم يا صديقي. When I saw a huge animal in the dark، لما شفت ضخم حيوان ضخم في المكان المظلم، I jumped out of my skin. انت عارف ان كلمة jumped out of my skin معناها اني فزعت او خفت بشدة. ده معناها I was، انا كنت amazed مندهش، ولا pulled يعني بارد، انسان بارد يعني جريء، ولا terrified مرعوب، ولا brave يعني شجاع. فاكيد انت كنت terrified. The police are looking، قال لك are عشان البوليس جنة، for the criminal who has not that horrible crime. البوليس كان بيبحث عن، look for يبحث عن بتساوي search for، المجرم الذي ارتكب الجريمة. انا عارف يا مستر ان كلمة ارتكب جريمة حاجة من الاثنين، يا اما do a crime يا اما commit a crime، فبالتالي هنستخدم committed، وكان ينفع نستخدم في الجملة دي did. الجملة اللي بعد كده the robber grabbed the lady's handbag and quickly، الراجل السارق ده الحرامي اختطف او جذب يعني الشنطة، وايه quickly so he could escape، وايه بسرعة علشان يهرب يعني، و set off. set off معناها انطلق وبدأ يجري. بالمناسبة كلمة escape دي معناها يهرب، ممكن نستخدم مكانها كلمة flee اللي هي F-L-E-E اللي معناها يهرب، بس وعد تكتبها F-L-E-A، دي معناها البرغوث، حشرة البرغوث يعني، حوار تاني خالص. A knot is low ground which is usually with أرض منخفضة ودايما مبللة بالماء، يبقى دي المارش اللي هي المستنقع. A knot is a person who makes things from iron. عند iron دي هنقف وقفة الطالب الثانوية العامة، مش وقفة الطالب اللي بيحب بيحل السؤال عشان نخلص بقى ونروح ننام. iron دي معناها الحديد، وهي في الحالة دي اسم لا يعد. لو انت قلت لي an iron، an iron دي كده اصبح معناها مكوى. وكلمة iron برضو iron كverb معناها يكوي. I need to iron my shirt، انا عايز اكوي القميص. طيب this is an iron، هذه مكوى. iron is an important material يعني هو مادة خام مهمة. ارجع بقى لجملتك عشان ما نلفش كتير، هو الشخص اللي بيشتغل في الحديد وكده يبقى ده البلاك سميث اللي هو الحداد. طيب a knot is طبعا اللي برضه ملحوظه الايك ايرنز اللي هي الكلبشات بتاعت الرجلين، وهاند كافس الكلبشات بتاعت الايدين الاصفاد يعني. a knot is someone who is in prison، الشخص اللي بيكون مسجون for a crime لجريمه، يبقى ده الكونفكت اللي هو المدان او المتهم. هنطلع بعد كده على الجزئيه الثانيه اللي عليها الدور اللي عليها اسئله المهارات يعني وكده، اللي في صفحه 85. which is the following transitions، transitions اللي هي الكلمات الانتقاليه. shows cause، cause يعني سبب. انت عارف ان due to هنمسكهم واحده بواحده. however معناها بالرغم من ذلك، يبقى دي بتبين الكونتراست. firstly اولا، يبقى دي بتبين السيكونس اللي هو تتابع يعني. therefore لذلك، ما دام الكلمه دي معناها لذلك يبقى بتبين الريزلت، زي كلمه so. due to معناها لان او بسبب، يبقى بتبين الريزن او الكوز اللي هم السبب، يبقى انت كده عايز due to.
وما تنساش زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا ان كلمه ديو تو دي ليها معنيين. ديو تو بتساوي كلمه بيكوز اوف معناها بسبب او بفضل، في الحاله دي هنجيب بعد اي ان جي. ديو تو برضو ممكن تديه معنى اباوت تو، في الحاله دي هنجيب بعدها الفعل في المصدر. اضربني مثال، انا قلت اتنين، لما اقول لك مثلا ديو تو دوينج يور بيست، دوينج يور بيست بفضل قيامك ببذل اقصى جهد لك. او اقول لك مثلا داد، داد از ديو تو كم، ابي على وشك المجيء او على وشك المجيء. حلو. طيب بعد كده يا فندم رقم اتنين، which is the following means، ايه من دول معناها in general. in general يعني عموما. المصطلحين دول احفظهم، هم مش صعبين بس محتاجين تركيز. on the other hand على صعيد اخر، دي كلمة بتفيد التناقض. on the whole دي بتساوي in general، in general يبقى دي الاجابة طبعا رقم سي. طب on balance دي معناها باخذ كل النقاط في الاعتبار، دي معناها considering everything، considering everything او taking everything into account. اون ابيجر سكيل انا هنطاق واسع، يبقى الاجابه اللي انت اخترتها لي هنا مين يا عم عشان ما توهش منك، الاجابه كده رقم سي. وي كونسيدرد اول فاكتورز، لسه كنت بحكي لك على الموضوع دلوقتي، بقول لك ايه كونسيدرنج ايفريثينج، يعني معنى كده انك انت عايز مين، عايز اون بالانس اللي هي رقم سي. طيب اون ديموند دي معناها مطلوب، يعني سلعه مطلوبه مثلا. يعني رقم أربعة بيقول لك ماي فادر لايكس كلاسيكال ميوزك، ابويا بيحب الموسيقى الكلاسيكيه، انا بقى بحب الجاز، يعني عكس بعضهم. يبقى انت عايز تناقض، فكان ممكن تقول لي اي اون ذا اذر هاند، على ناحيه من صعيد اخر من ناحيه اخرى، يبقى ناخد دي، ودي بتفيد الكونتراست، اعرف كل حاجه عن الكلمه معناها ايه، بتساوي مين وبتفيد ايه. طيب الجمله اللي بعد كده بيقول لك ريدنج وايدنس، وايدنس يعني يوسع، جاي من كلمه وايد. وهنا بقى هنضيف ثلاث كلمات لقاموسنا الجميل اللغوي. الناس اللي بتقول لي دايما احفظ كلمات منين، احفظ ورايا بس انت يا اخوي. وايد يعني وسع، طيب سوري وايد يعني واسع، وايد يعني واسع. وعندك وايدن معناها يوسع، وعندك ويدث اللي اخرها تي اتش معناها الاتساع. تمام. طيب ارجع بقى هنا بقول لك ان القراءه توسع your horizons، توسع من افقك او مداركك. moreover علاوه على ذلك او اكثر من ذلك، اضافه الى ذلك، يبقى دي بتفيد الاديشن. ايه من دول doesn't express contrast، ركز ورايا، بيقول لك doesn't، بس انا امسك جمله جمله واشوف كل واحده بتعبر عن ايه. he contacts us all also، بالرغم من، ما دام فيها معنى بالرغم يبقى دي بتفيد الكونتراست. طيب he is busy so لذلك، so therefore الناس اللي معناهم لذلك بتفيد الريزلت. طيب he is busy but يبقى دي بتفيد الكونتراست. despite برغم يبقى بتفيد الكونتراست. زي ما اتفقنا في الفيديو بتاع المهارات، اي كلمه معناها بالرغم من ان او ولكن يبقى دي بتفيد التناقض، اي كلمه معناها لذلك بتفيد الريزلت. الراجل قال لك ايه اللي ما بيفيدش الكونتراست، لاحظ كونتراست كونتراست كونتراست، ما عدا دي الوحيده اللي بتفيد، اهي اللي بتفيد الكونتراست، اللي بتفيد سوري الريزلت، يعني حاجه غير الكونتراست. طيب people have a different opinions، different opinions about the use of internet، الناس عندهم اراء مختلفه عن استخدام الانترنت. opinions هنا similar in meaning، opinion يعني وجهه نظر. تعال نشوف الاختيارات، innovations اللي هي الاختراعات او الابتكارات، points of view اللي هي الاراء، expectations اللي هي التوقعات او الامال، و points of clash اللي هي النقاط الخلافيه. practicing a lot of sports he also likes، هو ايضا بيحب كذا، يبقى بالاضافه الى، يبقى انت هتقول بالاضافه الى، despite يعني برغم، as well as بالاضافه الى، بالاضافه الى ممارسته الرياضه، هو ايضا يحب القراءه، حاجتين اضافه، يبقى as well as، as well as بتفيد الاديشن، والسو برضو اديشن. careful he is، طيب فاكر انت بقى لما كنت بقول لك حاجات كده هكتبهم هنا ورا بعضهم، احنا كنا بنقول however في اول الجمله، لو انا عايزك تفتكر الكلام ده، صفه او ظرف فاعل فعل. اكيد انت حفظت القصه دي رقم واحد. رقم اتنين انك تبدا ب what ever اسم فاعل فعل للتانية. التالتة اختهم انك تبدأ بالصفة او الظرف وبعدين as وبعدين فاعل وبعدين فعل. طب اديني مثال عشان المثال بيشفي دايما الغليل بتاع السؤال. however صفة او ظرف، اقولك however strong احمد is، او however badly she talked to me. طيب لكن لو استخدمنا دي هروح انا قايل لك bad as she is، او badly as she did her task مثلا. لكن whatever power you have، whatever beauty you have، whatever معرفش مثلا مثلا ايه leadership courses you take، فخد بالك انت عايز اسم. احنا لو جينا نبص على الجمله اللطيفه الجميله دي، ودي حاجه مش مدرسه في المنهج فانت المفروض عارفها، يعني careful he is يعني مديني نقط وبعدين صفه فاعل فعل. طب ما تيجي نرجع تاني كده على الرسمه الجميله، مديني نقط وبعدين صفه
فاعل فعل. فانا عايز مين؟ عايز هوفر يا مستر. خلاص يا باشا اخطف له هوفر في اول الجمله، ادي هوفر اللي هي رقم سي. which of the following is used to reflect contract contrast. مين اللي بيستخدم عشان يعبر عن الكونتراست؟ طب ما تيجي نشوف. احمد doesn't read stories because، يبقى دي معناها لان او بسبب، يبقى دي بتعبر عن الريزن او الكوز. طيب in addition to، يبقى دي بتعبر عن الاديشن يا مستر. طيب وايل اللي معناها بالرغم من، بالرغم من او ولكن، يبقى دي بتفيد الكونتراست. طب امير as well as، يبقى دي بتفيد الاديشن. انت عايز مين يا عم الحاج؟ الراجل قال لك فوق في الجمله بتفيد الكونتراست، يبقى انت عايز وايل احمد لايكس ريدنج ما اعرفش ايه كده. موضوع سهل لطيف. نقلب الصفحه اللي بعدها في رقم 11، بيقول لك A terrible accident happened in Banat. حادثه فظيعه حصلت في بنها. ايه من دول؟ combination shows ايه result. انت عايز حاجه بتفيد الريزلت، يبقى انت عايز حاجه معناها لذلك. طب due to بسبب، يبقى دي بتفيد الريزن. انا المفروض حافظ although معناها بالرغم من ان او لان، يبقى contrast. so لذلك يبقى بتفيد الريزلت. طب but ولكن، يبقى بتفيد الكونتراست. انت عايز مين حضرتك؟ which of the following combination shows result. النتيجه الريزلت حاجه واحده بس، يبقى so some people، يبقى رقم سي الاجابه الصحيحه. طب بعدها بيقول لك when you want to introduce، عندما تريد ان تقدم an opposite opinion، يعني رايا مناقضا، راي عكس اللي انت قلته، فبتقول حاجه معينه بس من ناحيه اخرى حاجه معينه. من ناحيه اخرى دي اسمها ايه بقى؟ اسمها on the other hand. يبقى on the other hand اللي رقم بي. طيب بعد كده رقم 13 I like reading short stories. moreover اللي كل شويه تيجي في الاسئله اللي كانت موجوده في البراكتس اكزام نمبر 2 بتاع الوزاره. الكلمه دي كده بتعبر عن مين؟ عن الاديشن. moreover بتعبر عن الاديشن، وانا جبتها لك في امتحان. طيب ايه من دول بيعبر عن، تستخدمه عشان to start your final paragraph؟ لا ده هو عايز ايه؟ which expression can you not use. سخري خربت السؤال. اللي ما ينفعش نستخدمه في الفاينل paragraph. انا ممكن استخدم to sum up، واستخدم in addition to sorry in conclusion و to conclude، لكن firstly لا. هو بيقول لك ايه اللي ما ينفعش نستخدمهم في الباراجراف النهائي؟ يبقى firstly. ايه من expressions دي بتقدم a sequence of ideas in essay. sequence of ideas يعني تتابع، ما دام فيها تتابع او تسلسل يبقى اولا ثانيا ثالثا، يبقى الناس دي. امال هوفر وان كونتراست؟ ما دام كده يبقى دي كونتراست. اون ذا اذر هاند، اون ذا وان هاند، من ناحيه ومن ناحيه اخرى، دي بتستخدمها عشان تكتب فكره مناقضه، زي ما السؤال كان بيقول لك هنا ايه؟ اقول لك ايه؟ اوبوزيت اوبينيون، يعني راي مناقض. ان كونكلوجن ولاستلي وان سمري، دي في الكونكلوجن بتاعه اي مقال او اي عمل ادبي. الترجمه اللي بعد كده هقول لك مين الصح ومين الغلط، والغلط ده فين بالظبط تحديدا. اول واحده الاجابه الصحيحه رقم ايه؟ طيب رقم بي غلط ليه؟ رغم لك يمكن قراءه الاف الكتب صح تمام، الكتب سوري الاف مظبوطه، هو فعلا قال لك الاف، قال لك هنا thousands، وانا اعلم عليها بلون اصفر كده او لون مستفز thousands، هنا قال لك الاف حلو قوي. بس الكتب لا، ده ما قالكش كتب، قال لك نيوز بيبرز. يبقى رقم 2 ديبوزيت، عشان هو فوق قال لك النيوز بيبرز اللي هي الصحف، وهنا بيقول لك الكتب. طيب رقم جيم بيقول لك يمكننا قراءه ملايين. ملايين مين يا عم الحاج؟ هو قال لك هنا thousands، يبقى ديبوزيت. يمكننا استيراد، الراجل ما قالش استيراد، قال لك وي كان ريد، يبقى كده باظت. يبقى انت الاجابه كده الصح رقم الف. الجمله اللي بعدها الجمله الاجابه الصحيحه زي ما اتفقنا رقم د. طيب الباقيين غلط ليه؟ يقول لك وسائل التواصل الاجتماعي لها بعض الاثار المنفيه، وقال لك هنا ايه؟ نيجاتيف اللي هي السلبيه، يبقى دي باظت عشان كلمه المنفيه. وسائل التواصل الاجتماعي كان لها ده هو قال لك هنا هاز، يعني مضارع. عارف لو هو قال لك هاد كنا قلنا كان لها، فدي برضه باظت. وسائل التواصل الاجتماعي لها بعض الاثار السلبيه، والخطير منها، والخطير هو ما قالكش الخطير، ده قال لك ذا موست دينجرس، الاكثر خطوره او اخطرها، يبقى كده باظت. اذا الاجابه الصح مين يا عم الحاج؟ الاجابه الصح رقم د. اطلع السؤال اللي بعده، بيقول لك شيرينج فولس نيوز، مشاركه الاخبار الكاذبه او المكذوبه يعني. ذا افكت ذا سيكيورتي اند ستابيليتي اوف ذا هول سوسايتي. مشاركه الاخبار الكاذبه بيؤثر على امن واستقرار المجتمع باسره او كله دون استثناء، عشان وزود اكسبشن. خد بالك اكسبشن الراجل هيلعب عليها. عندك كلمه اكسبشن دي معناها استثناء، استثناء. لكن اكسبكتيشن دي معناها التوقع. هنا في الجمله اللي احنا اخترنا في الاجابه ديت قلنا رقم ب، ما قلناش رقم ب، ب اللي صح. طب الاولى بيقول لك مشاركه الاخبار تؤثر على امن، هو مشاركه اي اخبار؟ لا ده هو قال لك الاخبار الكاذبه، مش في كلمه مشيت، يبقى الجمله غلط. طب الجمله الثانيه مشاركه الاخبار الكاذبه تؤثر على امن واستقرار المجتمع باسره دون توقع، لا دون استثناء. اللي بعدها مشاركه الاخبار الكاذبه اثرت، لا ركز يا حبيبي، قال لك هنا ايه؟ افكتس مضارع، يبقى انت عايز مضارع، فكده الجمله ديت باظت. رقم اربعه، في رقم اربعه بيقول لك all citizens كل المواطنين يجب ان يحصلوا على ويتلقوا لقاح كوفيد 19 خصوصا كبار السن، و خد بالك في الحته دي عشان في حته خاينه هنا شويه، واولئك
الذين يعانون من امراض مزمنه. طيب عارفين هو لو شال انت كان هيبقى معنى الجمله ايه؟ بس انا قبل ما احذفها عايزين نقول المعنى بيها. المعنى بيها بيقول لك ايه؟ ان كل المواطنين يجب ان هم يتلقوا لقاح كورونا، وخصوصا فئتين، كبار السن، الفئه الثانيه الذين يعانون من امراض مزمنه. يبقى في كم فئه هتاخد المرض الدواء ده؟ 2. افرض شلنا انت، هيبقى معناها ان المواطنين لازم ياخدوا لقاح فيروس كورونا، خصوصا كبار السن الذين يعانون من امراض مزمنه. مش كل كبار السن، لا، كبار السن تحديدا اللي عندهم امراض مزمنه. وبكده لما نبص في الاختيارات الاربعه هتلاقي رقم 1. الاجابه الصحيحه رقم 1 صح، يجب على جميع المواطنين ان يتلقوا لقاح فيروس كورونا، وخاصه كبار السن والمصابين، يعني كده 2. طب رقم باء بيقول لك يجب على المواطنين ان يتلقوا لقاح فيروس كورونا، وخاصه كبار السن والمصابين بامراض تنفسيه. ما قالكش تنفسيه، قال لك كرونيك، امراض مزمنه. يجب على جميع المواطنين ان يتلقوا لقاح فيروس كورونا، وخاصه كبار السن، وهؤلاء من لديهم امراض مزمنه. هو ما قالكش كده، ما قالكش يعني عارف دي معناها ايه؟ معناها كبار السن، وكبار السن دول هم اللي عندهم امراض مزمنه. الموضوع اتغير، يبقى كده باظت. رقم د برضو في الاخر بيقول لك اولئك يعانون من، برضو نفس القصه غلط. الجمل دي صعبه شويه في اللغه العربيه، ولكن الاجابه الاولى صح الاوضح تقريبا، فانت ركزت هتلاقي هي رقم 1 بس اللي صح. اللي بعد كده بيقول لك لقد يصل التجاره ديت، الاجابه الصحيحه هي رقم سي، رقم سي اللي صح. بس كالعاده مش هقول صح ليه ونجري، عايزك تعرف رقم ايه غلط ليه. هو بيقول لك ايه؟ ميني تو باي، ان هم يشتروا، واي تريد، يتاجروا. بيقول لك عمليات البيع والشراء، يبقى باي اند سيل، هنا تريد يعني يتاجر، فباظت. رقم 2 قال لك اي ليرنينج، غير معنى الجمله خالص. رقم 3 اي كوميرس هاد ميت ايزير فور ميني بيبل تو باي اند سيل، لحد دلوقتي صح. بس هنا خد بالك قال لك الكترونيكالي، يعني ايه الكترونيكالي؟ الكترونيا. طب هنا في الجمله بيقول لك الكترونيا، يبقى لحد كده الكلام ماشي زي الفل. طيب هنا بقى في الجمله ده اهي قال لك الكترونيكالي يعني الكترونيا، لكن هنا بقول الكتريكالي كهربائيا، فكده الجمله رقم د غلط. هنا يعني بقول الكتريكالي كهربائيا في الجمله، ان هو يبيع ويشتري الكترونيا يعني باستخدام الالكترونيات. يعني ادخل بعد كده على الرقم بتاعه فريال اشرف، الحاجه فريال اشرف دي الاجابه الصح عندك رقم ايه صح ورقم سي صح، بس رقم بي غلط. ليه غلط؟ تعال نكمل. بيقول لك ذا ايجيبشن ستار فريال اشرف ديد اتشيفمنت. لا حضرتك انا عارف ان المصطلح اسمه ميك اتشيفمنت، وكان ممكن نقول ميك ايفورت، لكن هنا بيقول لك ديد، فدي باظت. يبقى كده الاجابه زي ما اتفقنا اي اند سي. طيب الجمله اللي بعد كده اللي هي رقم 3، طبعا مش انا اللي مصور الكتاب ده برضو للامانه العلميه، يعني انا لقيته كده متصور، بس انا كنت بصور من كتابي عموما عشان اشتغل، بس مش انا اللي عامل الجريمه الشنعاء دي، عشان لما تلاقيه منشور مش انا اللي عملتها، والله انا راجل طيب في حالي. يعني رقم 3 بيقول لك ذا لابور، طبعا هو لما يعد سوق العمل بحياه المجرد، ما اعرفش ايه ذا لابور ماركت، لو سوق العمل ده اسم مفرد، قال لك هنا نيد، لا المفروض تبقى نيدز مش نيد، فباظت. وهنا برضو قال لك نيدز نيدز نيدز، حلو الكلام ده كله كده نيدز تمام. طيب الاجابه الصح رقم باء. طيب الباقيين غلط ليه؟ هقول لك عشان تعرف. رقم سي غلط ليه؟ قال لك ايه؟ فور ذا بيرسونال اند سوفت سكيلز، هو في الجمله قال لك ايه؟ المهارات الشخصيه والتقنيه. ما هو اصلا البيرسونال والسوفت سكيلز دي حاجه واحده، لكن المفروض ان احنا نقول بيرسونال اند تكنيكال، فدي باظت. هنا برضو بقول لك for the personal and technical، مظبوط technical، بس هو بوظها في need، فكده كده باظت. رقم C قلنا soft باظت. رقم D the labor market no longer needs just certificates and rather and، لأ ليه؟ قالك بل أصبح، بل يعني ولكن، فهنا and، برغم ان في الجملة اللي احنا اتفقنا عليها كانت but، فكده الإجابة الصحيحة رقم B. الجملة رقم 4 تقريبا دي آخر واحدة، يعني الإجابة الصح في رقم 4 هي رقم C، دي اللي صح، بس الباقيين غلط ليه؟ تعال نشوف. اول واحده بيقول لك one of the negative aspects of computer games، واحده من المصادر او الجوانب السلبيه في العاب الكمبيوتر هي انها، ان مين يا عم؟ ان الالعاب. يبقى دي ات غلط، عشان احنا قلنا الالعاب جمع، وات برضو باظت غلط. احنا عايزين زي، طب يبقى دي باظت ودي باظت. طب رقم دي مديني زي، بس في غلط تاني، ايه هو بقى؟ قال لك زي the personal skills، المهارات الشخصيه. هو في الجمله قال لك ايه؟ المهارات العمليه، كان المفروض بقى يقول لك practical، يبقى كده رقم دي برضو باظت. بعد كده الامتحان اللطيف اللي بعد كده على الوحده، امتحان شامل بصراحه محترم، عجبني يعني اختياره للجمل. اول جمله بيقول لك فيها ايه بقى؟ يو كانت ريلاي اون ذس انفورميشن، ما ينفعش تعتمد على المعلومات دي لانها ان اكيوريت يعني غير دقيق. وتعالى نراجع مع بعض الكلمات سريعا. اكيوريت يعني دقيق، اكيوت معناها حاد او متقع، ريلايبل معناها موثوق فيه. ذا نيوز ستوري اباوت ذا ماتش ميست اوت ذا انجرد، بيقول لك ان الاخبار تجاهلت الاصابه بتاعت اللعيب، عشان كده كان في بايس باي، ما دامها تجاهلت او حذفت او اهملت يبقى ده عن طريق الحذف.
All I not is to know. كل ما أطلبه يبقى. All I demand. كل ما أطلبه هو أن أعرف الأخطاء التي ارتكبتها حتى تغضب عني يعني. Luckily لحسن الحظ ركز إن هنا ركز إن في ظرف أول الجملة فعملنا بعد كما وده بنسميه في اللغة adverb of phrase يعني ظرف جملة. There were no not as a result of the car accident. الحمد لله ما كانش فيه casualties يعني خسائر الحادثة وهنا الكلمة دي معناها إصابات وحالات وفاة. بعد كده بقول لك depend on the emotional appeal بتعتمد على الاتجاه الوجداني او الانفعالي يبقى تابلويد على طول ملامها تافهه. You have to work hard to not the absence of Mr. اشرف. لازم تشتغل باجتهاد علشان تعوض يبقى compensate او make up for تعوض غياب المستر اشرف. الجمله اللي بعدها don't not to have done something you didn't take part in. بقول لك لا تدعي انك قمت بشيء لم تشارك فيه اصلا. A police car took the not to prison. العربية بتاعت الشرطة خدت مين للسجن؟ مدامه للسجن يبقى ده المتهم اللي هو الكونفكتس يبقى كونفكتس. Punishments اللي معناها العقوبات. Tabloid اللي هي الصحف الشعبية وبروتشيت الصحف القومية أو الرسمية. She grew used grow used grow أو became أو be used to ing يبقى to working. She left last Friday. I haven't heard from her then. والله الوحيدة اللي بيجي معاها then هي since then يعني منذ ذلك الحين. While not lunch she cut her finger. مين اللي جرح اصبعه؟ هي. مين اللي كان بيعد الغداء؟ هي برضو. فالفاعل واحد يبقى نحذف نقول preparing. Last month she not home without telling anyone. Last month الشهر اللي فات مش اتغادرت يبقى left. Home يعني تركت منزلها. بس في هنا خلبصة ممكن نعملها. ممكن اقول لك برضو last month الشهر اللي فات she was left home alone with no company. معناها ايه بقى؟ بقولك ان الشهر اللي فات هي تركت وحدها بالمنزل دون ما ان يكون معها صحبة. was left هنا معناها تركت لوحدها بالك. لكن انت في الجملة هنا الشهر اللي فات هي تركت المنزل وحدها دون ان تخبرنا. she not to explain why she had turned down the offer. turn down دي حضرتك بتساوي كلمة decline اللي معناها يقل او ينقص. turn down هتواجهنا كتير قوي في الفاينل ريفيجن دي بتساوي كلمة decline اللي معناها يرفض. وبالمناسبة كمان بتساوي الحاجة ريفيوز اللي معناها يرفض. يا بخت اللي هيحفظ من دلوقتي عشان لما نيجي في الفاينل ريفيجن ما يكونش في كلام كتير انت عايز تعرفه لسه. she not نسيتك لحل الجملة. she not to explain why she had turned down the offer. هي ايه؟ هي رفضت انها تقول لنا ليه رفضت العرض. رفضت يبقى refused. she not in a hotel in the north of England. هي في فندق في انجلترا اكيد تمت رؤيتها رؤيت يبقى والصين. ما هو انت هتقول لي شي سو يعني رأت مين بقى؟ ما انتش عارف. عشان كده قلنا هي رؤية تمت رؤيتها في فندقين. they not reclaiming استصلاح الصحراء and farming it for about 8 years now. بص يا برنس انت قلت لي for about 8 years now وانا عارف ان لما اقول لي for now يعني معنى كده انه مستمر في حاجة الى الان يبقى مستمر يبقى have been reclaiming. رقم 16 عمر not football since he was 8 years old and now he is in the under 15 national team. هو دلوقتي بيلعب في الفريق اللي تحت 15 سنة ويعني معنى بيلعب من زمان ومستمر في اللعب يبقى has been playing. القطعة اللطيفة عايزين نعمل حاجة قبل ما نحل القطعة اللي هي ايه؟ اقرأ الأسئلة الأول. فياريت تقرأ. انا مش هقرأها عشان ما نضيعش اليوم في الفيديو يعني عشان ما يكونش فيديو طويل بس انا عايزك تثق تماما ان طريقة حل القطعة دي رقم واحد. انا اقول لك ده انت اول حاجة تعملها رقم واحد اقرأ الأسئلة الأول. رقم اثنين اقرأ القطعة. رقم ثلاثة اقرأ الأسئلة تاني يا برنس. رقم اربعة لو عندك وقت يا ريت القطعة تاني سريعا يا ريت. بس الخطوة الرابعة دي احنا ممكن نتجاهلها وناكلها في الطريق يعني ونقول رقم اربعة ابدأ حل. طب ليه يا مستر بعمل كده؟ بص يا برنس انت اولا بتقرأ القطعة بتقرأ الأسئلة عشان تعرف مين اللي بيحكي عنه القطعة. لما يسألك في القطعة يقول لك مثلا why was the writer upset. هو ليه الكاتب كان منزعج او why was the writer afraid. ليه الكاتب كان خايف. فانت لما قرأت السؤال عرفت ان كان في كاتب وحصل له حاجة فهو منزعج او خائف فهتبدأ تدور بقى على السبب وانت بتقرأ. تمام. طيب الحاجة التانية يقول لك هو متى معرفش ايه حصل فانت عارف ان في حدث حصل فهتدور على سببه. حلو. طيب بعد ما قرأت الأسئلة بقى جيت اقرأ القطعة. وانا بقرأ القطعة قابلني الكاتب كان منزعج او في يوم من الايام الكاتب حصل له موقف زبالة في الشارع فحصل كذا كذا. فوانت بتقرأ بتحط تحتها خط وبعد اختارها وتنزل تحل. لا انت بتحط تحتها خط وبعدين خلاص قرأت القطعة ترجع تقرأ الأسئلة كمان مرة. القراءة للأسئلة المرة التانية بتكون بعين تانية خالص لأن ممكن يكون في سؤال أنت قرأته الأول وفهمته غلط اللي هيوضحه لك قراءة القطعة مرتين. طب تعالى نجرب كده. أنا قرأت الأسئلة. حلو.
اول حاجه بقى بيقول لك ايه، ودي قطعه ثانويه عامه في 2021، ودي رساله للطلبه اللي بيقول لك يا مستر القطعه بتيجي صعبه. لا ما فيش صعبه والله، القطعه بتيجي بسيطه لاي بني ادم يحلها. What sort of food are we likely to be eating in the year 2030؟ طبعا اللي انت المصطلح اللي هو be likely to احنا اتهارينا عليه شغل وموجود معاك في الملف العشر ورقات البي دي اف، معناها محتمل. ايه الاطعمه اللي احنا محتمل نكون بناكلها في 2030؟ most people معظم الناس when you ask them a question like that، لما تسالهم سؤال زي ده either say، اما انهم يقولوا there won't be any left، اما انهم يقولوا بص يا باشا في 2030 اصلا مش هيكون في اكل، هيكون الاكل كله خلص، او انهم يقولوا whatever it is، ايا كان الاكل there won't be much taste in it، مش هيكون له اي 60 طعم. يبقى الناس بينقسموا لفريقين، ناس بيقولوا ان الاكل مش هيكون له طعم، وناس بيقولوا ان الاكل اصلا مش هيكون موجود. Of course بالتأكيد there are good reasons، في أسباب جيدة for being pessimistic، إنك تكون متشائم من هذا الرأي. pessimistic دي معناها متشائم. About the world's food supplies in the future، في حاجات كتير بتخليك المفروض تبقى متشائم من حوار الأكل هيبقى موجود ولا لا في المستقبل. Nevertheless not all the experts share the general despondency، مش كل الناس الخبراء يعني بيتبنوا هذا الاتجاه. For one thing، لسبب واحد، though the world's population is rising fast، برغم ان التعداد السكاني في العالم عمال يزيد، انتاج الطعام برضو عمال يزيد وماشي بنفس الوتيرة. keep pace with معناها ماشي بنفس الوتيرة. even in developing countries، حتى يا باشا في الدول النامية. it is therefore argued that the main reason why people are hungry is not there is a world food shortage but the method of cultivation. هنا بقى هنقف شويه عشان وانا بقرا الاسئله لقيت ان الحته دي موجوده في الاسئله. بص يا باشا، بقول لك ايه الراجل في الحته ديت عايزين نفهم كده، بقول لك يا فندم العلماء نفسهم مش متشائمين بسبب الموضوع ده. ليه يا علماء؟ قالوا لك ان العلماء بيقولوا ان في فعلا زياده سكانيه، بس معدل الزياده السكانيه المتسارع ده معاه برضو معدل في زياده انتاج الطعام متسارع، فهم الاثنين ماشيين مع بعض. طيب يا جدعان طب ايه السبب؟ قال لك ان السبب من راي العلماء ان مشكله الطعام بترجع الى حاجتين. اولا ان طرق الزراعه بتاعه المحاصيل مش sufficiently advanced، مش متقدمه تمام in some areas. and the food، السبب الثاني ان الاكل مش متوزع بشكل عادل. يبقى انت عندك كام مشكله كده مسببه نقص الطعام؟ مشكلتين، ان طرق الزراعه مش حديثه، والحاجه الثانيه ان الطعام غير موزع بشكل سليم. اكتر من كده كمان علاوه على ذلك، in most industrial countries، في معظم الدول الصناعيه، one important cause of trouble is our conservative performance for meat، احنا سلوكنا المحافظ على الطعام اللي احنا نتناول اللحم، يعني الناس كلها عايزه تاكل لحم. after all we are ready for a situation where we feel animals we feed animals with grain to produce highly او هاي كواليتي بيف. بقول لك ان الراجل ده العلماء بيقولوا ان احنا وصلنا في معظم الدول الصناعيه ان احنا بقينا بنصنع الغذاء مش عشان ناكله، لا بنصنع الغذاء والحبوب عشان ناكلها للحيوانات بحيث تدينا كميه لحوم اكبر. even though the grain would feed the human population، يا جدعان الحبوب دي ممكن نطعم بها البني ادمين بدل الحيوانات يعني. by the time our grandchildren have grown up، في الوقت اللي فيه ولادنا او احفادنا بداوا يكبروا وينموا في السن، it seems likely that many of these problems will have been resolved، بيبدو ان المشاكل دي هتبدا تتحل. ليه يا جدعان؟ العلماء يا عم، يعني معنى كده ان الراجل بدا يبقى متفائله. العلماء are already capable of constructing steaks، العلماء بداوا يتمكنوا من تصنيع ستيكس، شرائح لحم، from vegetable، من الخضروات، ingredients، من مكونات خضرات يعني خضروات، like سويا بينز، من نبات الصويا. بالرغم من كده skeptically we may be about their claim، برغم ان احنا ممكن نكون اصلا شاكين في هذا الادعاء اللي هم قالوه، ايه هو الادعاء؟ ان احنا هنصنع لكم هذه اللحمه. they can produce the substance taste and color، الراجل المؤلف بيشك في امكانيه العلماء ان هم يصنعوا لنا الماده والطعم واللون بتاع اللحمه. by this means the fact is that the most common complaint about steak، بيقول لك ان احنا يعني ده هو بيقول لك احنا ما عندناش شك ان هم هيصنعوا ماده زي اللحمه وطعم اللحمه ولون اللحمه، بس المشكله فين يا عم؟ في ان هم قدرتهم في تصنيع الستيكس ديت هتكون فيها مشكله. is that we will not will doubt have we will no doubt، سوف لا يكون عندنا شك يعني، discovered a way of including artificial bones. الراجل بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان احنا ما عندناش شك في الناس دي ابدا، في العلماء، في ان هم قدرتهم ان هم يصنعوا لنا لحوم عادي، هيعرفوا يصنعوا لنا لحوم بطعم اللحمه ولون اللحمه والماده اللي في اللحمه فعلا، بس المشكله في العظام، هيصنعوا لنا عظام صناعيه ازاي ونمصمصها كده وكده يعني.
سكن وهيصنعوا ازاي الجلد بتاع اللحم وفات الدهون. يبقى الراجل مقتنع تماما في قدره العلماء ان هم هيصنعوا لنا الماده بتاعه اللحمه وطعم اللحمه ولون اللحم، بس هم مش هيعرفوا العلماء يصنعوا لنا العظام الصناعيه ولا الجلد الصناعي ولا الدهون الصناعيه. حلو. طب تعالى نشوف الاسئله. اول سؤال معانا، وفقا للباسج، وفقا للنص، using vegetable ingredients is one of the most methods to overcome the shortage of a. الراجل ما قالش دي في القطعه، بس انت بالفهم كده الراجل في القطعه قال لك ان هم هيبداوا يعملوا لحوم من المواد الصناعيه النباتيه. طب ليه؟ عشان تعوض اللحمه. طب اللحمه فيها ايه يا فندم؟ فيها كالسيوم ولا فيها فيتامينات ولا فيها فاتس ولا اللحمه دي بروتين؟ اكيد بروتين، يبقى هنا نختار بروتين. وما قالش دي في القطعه، بس انت اكيد فاهم يعني اللحمه بروتين. ايه من دول كان best summarize the last paragraph؟ ايه اللي ممكن تلخص اخر باراجراف؟ بيقول ايه اخر باراجراف يا مستر؟ تعال نشوف. تعالى على اخر باراجراف اللي هو ده الباراجراف النهائي، اللي هو ده اللي هو بدا من هنا كده. عرفت منين؟ ما هو من الاندنت اللي هنا. بقول لك بيحكي فيه عن ان العلماء هيقدروا يصنعوا لنا لحمه صناعيه، والراجل شايف ان احنا متفائلين بيها عشان هم هيصنعوا الماده والطعم واللون، بس خايفين من موضوع العظام والدهون. طيب القطعه بقى الباراجراف الاخير ده بيقول لك ايه؟ بيحكي لك عن ان فول الصويا ممكن يغير طعم اللحمه. لا ده هو قال لك هيدونا نفس الطعم. ان فول الصويا والشرائح اللحمه اند بيتكلم عن صويا بينز وستيك اند فود انجريدينتس، عن فول الصويا وعن الشرائح وعن الاطعمه اللي بتكون منها. انا شاكك في دي بس مش هختارها. البينز والفاس فاتس اند سكن بتكلم عن الفول وعن الدهون وعن الجلود، هم قالهم في القطعه بس ما بتكلمش عنهم، ده هو بيتكلم عنهم كبدائل. صويا بينز از ا ريبليسمنت، يبقى رقم دي اللي صح لانه بيتكلم عن الصويا بينز كبديل للحمه. لكن هنا بيقول لك ايه؟ الصويا بينز وشرائح اللحمه والمكونات الغذائيه الثانيه، لا ما بيتكلمش عنهم، ما قالكش مفيدين او ضارين، هو بيتكلم عن ان هم بدائل للحوم. طيب رقم 19، there won't be food shortage in the future. بقول لك يا باشا في المستقبل ان شاء الله لن يكون هناك مشكله نقص غذاء. لو ايه اللي حصل؟ هروح اسالك سؤال، هو الراجل في القطعه قال لك ان سبب المشكله ايه؟ حاجتين، ان الاكل متوزع بشكل غلط، الحاجه الثانيه ان التكنولوجيا المستخدمه في الزراعه والكالتيفيشن مش حلوه. طيب لو الطعام is fairly distributed، تم توزيعه بشكل عادل؟ اه. unfairly، توزع بشكل غير عادل؟ ما هو موزع بشكل غير عادل. لو الطعام بيكون ذات جوده عاليه ولا ذات جوده منخفضه؟ يبقى احنا كده اخترنا رقم واحد. رقم ايه؟ اللي لو الطعام تم توزيعه بشكل كويس ولو استخدمنا تكنولوجيا حديثه في الزراعه. يبقى انت كده 19 خدت لي ايه؟ 20 يا برنس. The problem of food can be solved if، مشكله الطعام دي ممكن نحلها لو استخدمنا الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا استخدمنا طرق حديثه في الزراعه، ولا لو استخدمنا ميه اكتر من البحر، ولا لو احنا بيوريفاي ذا ريفر، لو نقينا مياه النيل. كده كده كل ده ملوش علاقه، لو احنا استخدمنا تكنولوجيا حديثه ولو وزعنا الطعام بشكل عادل. رقم 21، وفقا للقطعه، our diet may be not in the future، نظامنا الغذائي في المستقبل ربما يكون ايه؟ تعال نشوف بقى. ده سيم، نفس النظام الغذائي، اعمل دي كده، ولا difficult صعب، ولا different مختلف، ولا traditional تقليدي. الراجل في القطعه قال لك ان احنا اليومين دول بناكل لحوم وبنعلف الحيوانات لحوم نبات بتاع ده حبوب عشان تدينا كميه لحمه كتير. في المستقبل بقى هنعمل ستيكس، يعني النظام الغذائي هيكون ايه؟ هيكون different مختلف. We feed animals on grains to produce، احنا بناكل الحيوانات حبوب. طب ليه؟ عشان ننتج، تعال نشوف بقى ننتج ايه. هاي كوانتيتي، كميات كبيره من اللحوم، ولا فات اند فود سبلايز، دهون ومؤن غذائيه، ولا الجلود والخضروات، ولا هاي كواليتي بيف، اكيد هاي كواليتي بيف. طب جابها فين دي؟ تعال ما اوريها لك عشان انت هتلخبط انك ممكن تفتكر انه بينتجها عشان الكميات، لا ده هو عشان الجوده. بص قال لك هنا ايه؟ نجيب اللون الاحمر او الازرق مثلا، بص كده هنا الحته دي، with grains to produce high quality. شفت انت بقى؟ يبقى عشان high quality. طيب يبقى احنا هنا في القطعه دي كده قلنا high quality beef، اللحمه اللي جودتها عاليه. according to the passage، وفقا للقطعه، food production is growing not the population. وفقا للقطعه ان الانتاج الطعام سرعته بالنسبه لسرعه التعداد السكاني، هما الاثنين نفس السرعه، يبقى as fast as. حتى قال لك هنا ايه؟ keep the same base، the same base يعني بنفس الوتيره نفس السرعه. طيب رقم 24، the main idea of the basic، القطعه دي يا جدعان بتحكي عن ايه؟ مميزات تناول الصويا، ما حكاليش عن الصويا انها بتزود الدهون وبتقلل مش عارف الكوليسترول، ما حكاش عن كده لا. The cause of food shortage، أسباب نقص الطعام وحلولها، قال لك نقص الطعام ده راجع لسبب إيه؟ إن الأكل مش موزع بشكل كويس، وإن بنستخدم طرق حزينة في الزراعة مش حديثة.
طب حلولها ايه يا جدعان؟ نوزع الاكل يا عم بشكل كويس وندور على بدائل، ففي حلول. توزيع الطعام، لا. population increasing all over the world، التلوث السكاني في العالم، لا. لو انت شاكك في رقم سي انا هقنعك ليه مش صح. هو بيتكلم عن distribution of food، توزيع الطعام. هو لو كان قال لك ان مصر بتاخد كذا في المية واليونان بتاخد كذا في المية والصين بتاخد كذا، يبقى الراجل كان بيحكي عن توزيع الطعام. لكن هو بيحكي لك عن ايه هنا؟ عن اسباب نقص الطعام وحلولها. طيب الجملة اللي بعد كده يا باشا نبدأ في القطعة التانية. السؤال ده هنحل قطعة من القطع اللي في الامتحان. اول سؤال بيقول لك باسل رشيد، طبعا انت ما انت فاهم كده الامتحان ده الدور الاول علمي 2021، يعني معنى كده يا مستر ان قطعه الامتحان ما بتكونش صعبه، اقسم بالله ما بتكون صعبه. بيقول لك باسل راشد هو ووز، طبعا اكيد انت زي ما اتفقنا انت رقم واحد قرات الاسئله، رقم اثنين قرات القطعه، رقم ثلاثه قرات الاسئله مره ثانيه عشان عينك الناقده، رقم اربعه بدات تحل، فالحل هو رقم اربعه. باسل رشيد، واحد اسمه باسل رشيد وجمله اعتراضيه يعني هيعرفوا لي مين هو. هو ذا فيمس ديتكتيف، كان راجل محقق مشهور، وركينج فور بزنس مان، بيشتغل مع رجال الاعمال تو بروتكت ذم، عشان يحميهم ويحل الالغاز اللي ممكن يكون لها علاقه باعمالهم. هاد فينيشد وركينج اون ا كرايم ان اسوان، كان لسه مخلص شغلانته بيحل في جريمه او مشكله في اسوان. اند ووز اباوت تو جو هوم اون ذا سبانيش ترين، كان على وشك ان هو يسافر تاني على بيتهم في السبانيش ترين. يعني هو الراجل لسه مخلص شغله وراكب القطار الاسباني، ده نوع من انواع القطارات الموجوده في مصر عموما. وين باسل جوت اون ذا ترين، اول ما عمك باسل ركب القطار، هي نوتيسد ذات، لاحظ ان ات ووز يو ان يوجوالي فول فور ذا تايم اوف ذا يير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل مره باسل بيركب القطار في التوقيت ده من وقت من السنه ما بيكونش القطار في حد، المره دي القطار زحمه، في حاجه غلط. soon after the train had left، اول ما القطار بدا يمشي ويغادر اسوان، a wealthy businessman، راجل سري راجل اعمال سري يعني اسمه مستر مراد، طلب من باسل ان هو يحميه لان هو بيؤمن او مصدق يعني او معتقد ان his life was in danger، حياته في خطر. بالرغم من ان مراد عرض على باسل كثير من المال ان هو يعني عشان يحميه ويدافع عنه، الديتكتيف didn't believe the man the story، الديتكتيف ده ما صدقش قصه الراجل ابدا. and refused to help him، رفض يساعده. انت فاضي يا عم، عايزين نقعد كده ونهدى، سيبنا في حالنا. during the night، بالليل بقى ساعه ما الناس كانت نايمه مثلا في القطار، the train had to stop because of heavy rain، حصل مطر كثيف فالقطار كان لازم يقف علشان المطر الكثيف ده. اليوم الثاني ثاني يوم الصبح مراد was found dead، اكتشفوا ان مراد كان مقتول. He had been murdered، تم قتله. Had someone got on the train and killed him، يا ترى بقى بدأ الناس يتسألوا في حد يا جدعان ركب القطار وقتل مراد، ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ مين اللي موت مراد؟ ده بقى حوار الموضوع كله بدأ يدور عليه. Now Basil believed Murad's story، دلوقتي باسل بدأ يصدق قصة مراد، بس كده بعد ما الأوان فات. Together with a doctor، بدأ مراد يتعاون، بدأ باسل اللي هو المحقق يتعاون مع الدكتور اللي كان برضو was also in the train، اللي كان راكب القطار. he started work to solve the crime، بدأ هما الاثنين يبدأوا يحلوا في جريمة مقتل مراد. the two men soon discovered that، اكتشف هما الاثنين ان مراد had a secret identity، ان مراد ده كان عنده هوية سرية. he was not a businessman، ده ما كانش راجل عمل ولا حاجة، امال كان ايه يا عم الحاج؟ but a criminal who was hated by many people، ده كان راجل مجرم بيكرهوه الناس كلهم. after examining the train and Murad's body، ركز بقى في الحتة دي عشان عليها سؤال مربك. بعد ما فحصوا مراد والقطار، باسل ادرك that the man had almost certainly been murdered by one of the 13 people from the same part of the train as مراد. بقول لك ان المحققين باسل والدكتور يعني اكتشفوا ان اللي قتل مراد واحد من ال 13 شخص اللي كانوا راكبين في القطار في نفس السكشن، يعني نفس العربيه بتاعته. This meant that there were 13 suspects، ده معناها ان في 13 انسان مشتبه فيهم. one by one، واحده بواحده كده، باسل discovered the these، او اكتشف ان ال 13 واحد دول all had a good reason to hate مراد، اكتشف ان ال 13 راكب اللي في العربيه دول كلهم عندهم اسباب منطقيه يقتلوا بها مراد. together they had carefully planned what they were going to do، وهم ال 13 واحد خططوا ان هم يعملوا ايه. and had all taken part in the murder، وال 13 واحد شاركوا في نفس الجريمه مع بعضهم كده على نظام ناخذ من كل رجل قبيله يعني اللي كان بيقولها الليمبي. that was why the Spanish train had been so full on the journey، وعشان كده القطار كان مليان في اليوم ده. تعال نمسك اول سؤال، بقول لك the choice that can summarize the fourth paragraph، الملخص بتاع الباراجراف الرابع. طب ما تيجي نشوف مين الباراجراف الرابع اساسا عشان ما انتهش، صغر لي كده صفحه وتعالى نشوف مين الباراجراف الرابع واحده بواحده كده نمسكهم. هنمسك كده بسم الله، ده يا مستر الباراجراف الاولاني، ده رقم واحد. الحته دي كده الباراجراف الثاني،
طيب بس خد بالك مكملتها في الصفحة دي، ده كده البرجراف التالت، ده كده البرجراف الرابع. البرجراف الرابع بقى ايه ملخصه؟ بقول لك ان باسل صدق ان مراد صدق قس مراد وبدأ يتعاون مع الدكتور، وهما الاثنين بدأوا يبحثوا في القطار، بدأوا يشتغلوا عشان يحلوا الجريمة. الاثنين اكتشفوا ان مراد كان ليه هوية سرية، وان هو ما كانش رجل اعمال بس هو كان مجرم الناس كلها كرهاه. طيب يا ترى بقى السؤال ده اجابته مين في دول؟ تعال نشوف كده مين اللي بيلخص الموضوع ده. رقم واحد identifying who مراد really was and his real job. real job اه ده المعنى. طيب هل ترى حماية الركاب الاخرين من القاتلين؟ لا، اكتشاف secret passport and his work as a spy. هو قال لك كده، ما قالكش ان هو كان شغال جاسوس، وما قالش كده خالص الراجل. هو قال لك اكتشف ان هو عنده هوية سرية بس، لكن ما قالكش كان شغال جاسوس او كده. finding out مراد was wrong when he asked. اكتشف ان هو كان مخطئ لما طلب حماية، لا ده هو كان فعلا عنده حق لان الناس فعلا قتلوه. طيب بعد كده باسل did not want to help Mr. مراد. باسل ما كانش عايز يساعد مراد ليه؟ باسل ما كانش عايز يساعد مراد to take part in his murder، ان هو يشترك معاه في الجريمة، ولا as he was the murderer لان هو كان القاتل، ولا to kill other criminals ما كانش عايز يساعد ويقتل الناس التانيين، ولا as he thought he was a liar لانه قطع اعتقد ان هو liar كذاب. جبتها منين؟ هو قالك في القطعة he didn't believe in believe him، يعني لم يصدق، ما صدقتكش يعني شايفك ان انت كذاب. رقم 27 باسل found out there were 13 suspects because باسل اكتشف ان في 13 متهم. ازاي عرف؟ مراد told him while dying. مراد قال له كده وهو بيموت، لا ده هم طلعوا الصبح لقوا ميت. هو عارف زي hated مراد، هو عارف ان هم كارهين مراد. طب عرف منين ان هم ال 13 كارهين مراد؟ ما كانش يعرف. he checked their identity يعني هو فحص هويتهم. ما هو قال لك one by one، اهي هجيبها لك انا من قطعة عشان السؤال ده برضه محتاج تعرفه مكانه فين. ادي فين one by one يا عم الحاج؟ فين كلمة one by one اللي كانت هنا وعملنا عليها دايرة؟ one by one Basil discovered that certain people had good reason to hate مش عارف ايه. فين هي؟ after examining the train and Murad's body باسل معرفش ايه كده many almost certainly murdered by 13 the same part the train مراد فين؟ بقول لك بقى في الحته الخلبوصه المستخبيه دي، بقول لك اهي، بقول لك one by one باسل discovered that 13 that these 13 people all had good reason to hate مراد. دي حته الحته الثانيه ايه هي بقى؟ بص بقول لك ان هم عندهم سبب او مبرر يكرهوا بيه مراد، تمام. الحته الاولانيه، الحته الثانيه كان في هنا examined after examining the train and Murad's body يعني بعد ما فحص القطار وجثمان مراد، يعني معنى كده انه فتش كل اللي في القطار فعرف الهويه بتاعتهم. طيب فترجع بقى تقول لي هنا، بيقول لك هنا السؤال مراد اخباره لا، الدكتور اخباره برضو لا، هو عرف ان هم كلهم بيكرهوا مراد، عرف منين؟ ما هو لما فتش الهويه بتاعتهم فلقاهم كلهم ضاربين هويات فعرف ان هم كلهم زي بعض. طيب although باسل refused to help مراد، برغم ان باسل رفض يساعد مراد، هي الا ان هو was right not to help كان صح انه ما يساعدوش، لا يا ريتو انقذ حياه انسان. helped the doctor to reach the truth ساعد الدكتور ان هو يصل للحقيقه، ولا suspected few of the passengers شك في عدد قليل من الركاب، ده هو شك فيهم كلهم كده. regretted helping مستر مراد ندم على ان هو ساعد مستر مراد. تعال نشوف بقى، بالرغم ان باسل رفض يساعد مراد الا ان هو ساعد الدكتور في وصول الحقيقه بتاعته. ليه رقم بي؟ اخر سؤال اللي هو رقم 29 بقول لك السنترال ايديا اوف ذا ستوري، قص الفكره الاساسيه للقطعه دي كلها ايه؟ بتحكي عن ايه؟ criminals would help to protect each other ان المجرمين بيحموا بعضهم البعض لقتلوا بعض. crime would be committed by the help of the police ان الجريمه ممكن ترتكب بمساعده البوليس. ولا criminals always face their fears of the death ان المجرمين دائما بيلقوا مخاوفهم من الموت. ولا Spanish train my stress crime. احنا لو عايزين نحط عنوان للقطعه دي ايه العنوان؟ اكيد افضل عنوان رقم دي اللي هو ذا سبانيش ترين مايسترس كرايم، الجريمه الغامضه في القطار. طيب هنا في سؤال، ليه ما ناخدش رقم سي؟ criminals always face their fears of the truth the death يعني المجرمين دائما بيلقوا حتفهم من الموت. انا شايف انها تنفع برضه، بس احنا لو هنختار من الاربعه دول الادق والاصح اللي تنفع عنوان كبير كده على راس القطعه الجريمه الغامضه التي حدثت في القطار، وحكي لك بقى الجريمه بكل ابعادها. الصفحة اللي بعد كده رقم 30، السؤال رقم 30 مراد thought he was certainly in danger، مراد اعتقد ان هو كان في خطر جدا، لذلك
he was suffering from heart problems، لذلك كان بيعاني من مشاكل في القلب، ولا هو طلب من باسل يساعده؟ طلب من باسل يساعده. باسل was in أسوان، باسل كان في أسوان ليه؟ because he worked as a policeman there، شغال ضابط شرطة، ولا because he was on a secret mission، كان في مهمة سرية، كان بيحل مشاكل الناس رجال الأعمال. هنا طبعا بيفحص مراد ولا عشان يقبض على الناس مش موضوعها. according to the passage، وفقا للقطعة، one must not the others when they ask، الإنسان المفروض يعمل إيه لما الناس التانية تطلب منه المساعدة؟ help يساعدهم، ignore يتجاهلهم، encourage يشجعهم، defeat يهزمهم. أكيد الإنسان لازم يساعد الإنسان يعني عشان ينقذه، حتى لو كان مجرم نطلعه براءة من المشكلة وبعدين نبقى إيه نعلم عليه بعد كده. طيب بعد كده بيقول لك القطعة الترجمة الصح، أول ترجمة هي لصح المجتمع المتحضر، دي صح. الجملة الثانية بيقول لك المجتمع المتحضر يجب أن يراعي في تعامله الأعضاء القدماء. إيه الأعضاء القدماء دي؟ قال لك إن إيه؟ elderly members اللي هم كبار السن. طب فدي باظت. اللي بعدها برضو أن يعالج، ما قالكش يعالج، هو قال لك إيه؟ should treat، أن يعامل، بيقول لك المجتمع المتحضر يجب أن يعامل أعضائه الكبار السن، أو يجب أن يعامل كبار السن بشكل جيد، مش يعالجهم. طيب بعد كده رقم د، المجتمع المتحضر الذي يجب عليه يتعامل مع صغار السن، ما قالكش صغار السن، يبقى كده الإجابة رقم ألف. الجملة الثانية اللي بعد كده بيقولك one of the current reform، current اللي هو الحالي، reform إصلاح، programs اللي هو البرامج، برامج الإصلاح الحالية يعني، is to stimulate، stimulate يعني يحفز، investment الاستثمار في القطاع الصناعي او المجال الصناعي، القطاع الصناعي عشان سيكتور معناها قطاع عموما يعني. الترجمة الصحيحة هي رقم ألف، ده متفقين عليه. طب الباقيين غلط ليه بقى؟ اقول لك انا هنا احد برامج التغيير الحالية، ما قالكش تشينج، قالك ريفورم الاصلاح. احد برامج الاصلاح الحالية زيادة الاستثمار، ما قالكش زيادة، قالك stimulate يعني يحفزها، ما قالكش يزودها. طيب بعد كده رقم دال، احد برامج الاصلاح الحالية تحفيز الاستثمار في المجال الصناعي، احد برامج الاصلاح الحالية تحفيز الاستثمار في المجال الصناعي. الجملة المفروض الاخيرة هي المشكلة فيها في كلمة المجال، وانا عارف، انا شايف ان كلمة سيكتور معناها مجال برضو، بس انت يا عم في امتحان وراجل مديني جملة زي كده، بقولك احد برامج الاصلاح الحالية تحفيز الاستثمار، والجملة التانية احد برامج الاصلاح الحالية تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وهنا في المجال الصناعي، فهو غير لك بس كلمة القطاع. سيكتور دي معناها قطاع او مجال، حلو، بس انا قدامي القطاع وقدامي المجال، اعمل ايه بقى؟ اكيد هختار القطاع عشان كلمة سيكتور يعني قطاع، فهختار رقم ايه، بس انا شايف ان رقم دال دي المفروض ان هو يغيرها، عشان كده هو بيستهبل. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 35 بيقول لك some people make that ان هي ارتكب بعض الناس، رقم 35، الاجابة بتاعت 35 الصحيحة هي رقم ايه؟ رقم ايه اللي صح؟ والخلاصة بتاعت الحوار كله ان كلمة يرتكب جريمة اسمها commit، او زي ما قلنا do a crime. طب ليه يرتكب خطأ بقى؟ اسمها make a mistake. اوعى تاخد الامور على عمومها وتعملها تعميم وتقول يرتكب يبقى commit، لا حضرتك commit a crime او do a crime يرتكب جريمة، لكن يرتكب خطأ اسمها make a mistake. وبناء عليه الجملة الاولانية صح، الجملة التانية هنا قالك commit a big mistake فدي غلط، وهنا برضو قالك commit a big mistake فدي غلط. طب اللي في النص دي، هو هنا حتى قالك look up، المفروض تبقى look for عشان يبحث عن، اللي هي رقم سي بقى، some people made a big mistake by made يعني ارتكب، وهو في الجملة قالك يرتكبوا، يبقى ده مضارع، يبقى الإجابة الصحيحة رقم A. اللي بعد كده إنها مسؤوليتي والدين أن يقوموا بتنوير الشباب بالآثار المدمرة للتناول. المهم الإجابة الصحيحة هنا رقم B، اللي هي رقم B، اللي it is parents responsibility. طب انت ليه رفضت رقم A يا عم واستبعدتها وقلت عليها وحشة؟ عشان هنا قالك الوالدين are responsible for، مسؤولين عن جعل الشباب unaware، غير واعينا، ده بقولك يقومون بتنويرهم يعني خلوهم واعيين، فunaware دي مش معانا، وايه برضو unaware التانية الاخيرة دي مش معانا، فانت بوصل اتنين بقي معاك واحدة رقم سي. it is parents irresponsibility، irresponsibility معناها انعدام المسؤولية، يبقى كده باظت، انت بتقول في الجملة مسؤولية، يبقى رقم بي هي الاجابة الصحيحة. ندخل بعد كده على الجملة رقم 37 الرايتنج الجميل بقى. طيب عندك كم جملة رايتنج؟ 37 38 39 40، يعني عندك اربع جمل رايتنج. انه مقال is a form of academic writing، كلهم اشكال من الكتابه الاكاديميه، which is built around detailed description، يبقى ده المقال الوصفي، قال لك description. طيب الارجومنتاتيف ايساي، المقال الجدلي، تعال نمسك واحد بواحد في الاربعه دول ونعرف كل واحد من الاربعه دول مين. recounts an incident، بيحكي لك عن حادثه، that either you or other one have experienced، بيحكي لك عن حادثه حصلت لك او حد تاني حصلت له، ده بيسموه reflective ايساي. ايه الريفلكتيف ايساي ده باختصار؟ لان احنا هنشرحه، هو مش في المنهج بس بيجي في الاسئله. سريعا كده نشرح ريفلكتيف ايساي، هديك عنه معلومتين سريعا كده لحد ما نيجي في يوم من الايام نشرحه بالتفصيل، تمام؟ عشان الفيديو طول كده وانا عارفك انت بتدي عليا والله العظيم، مع اني بجري.
مش عارف حاجه زي كده مع مدرس بيتكلم بالراحه هتخلص في كام يوم، 6 سنين تقريبا. المهم الريفلكتيف ايساي ده عباره عن مقال بيحكي عن اكسبيرينس، يعني عن تجربه او خبره، حلو، او موقف يعني، او حاجه حصلت للانسان في حياته في يوم من الايام. الراجل بيقول لك ايه هي الموقف ده اللي حصل لك في يوم من الايام، وات ديد يو ليرن، اتعلمتي منها، وهاو ديد ات افكت يور لايف، وازاي اثرت على حياتك. يبقى انت بتحكي لي ايه الموقف، يعني بتحكي لي عن موقف حصل لك، وايه اللي اتعلمته منه، وايه تفاصيل الموقف ده. حلو، ده الريفلكتيف. فهنا بقى رقم ايه قلنا ده ريفلكتيف. رقم بي بيطلب منك انك تستقصي، تتقصى يعني حقائق، وتقيم الادله، وانك تعمل ارجمنت. قال لك ارجمنت، يبقى صباح الخير، يبقى ده مين؟ ارجيومنتاتيف او ارجيومنتاتيف يعني. تيلز ريدرز ا ستوري، تيلز ا ستوري يبقى من اولها كده بسم الله الرحمن الرحيم، مش هنكمل ناريتيف. طيب هو نوع من انواع الكتابه الاكاديميه اللي مبني حوالين ديتيل الديسكريبشن، قلنا قبل كده ده الديسكريبتيف. الراجل سالني في السؤال على الارجيومنتاتيف، يبقى ناخد رقم بي، رقم بي اللي صح. السؤال رقم 39، ايه من دول is punctuated correctly، معمول لها ترقيم صحيح. هنمسك واحده بواحده. Did you know that I had been working from home for 2 months حاتم، هل تعرف، هل عرفت يعني، هل جاءك خبر انني كنت شغال من البيت بقالي 2 شهر يا حاتم؟ اول ما الجمله حلو بس ناقصه علامه استفهام، ما دام ناقصه يبقى باظت. طب did you know that I'd been working from home for 2 months، أنا كنت شغال من البيت بقالي 2 شهر يا حاتم، نقصة الياء فباظت. Did you know that I'd، يا حبيبي في هنا أبوستروف عشان دي I'd اختصارا ل I had، ولما نختصر يبقى بنعمل أبوستروف، يبقى دي كده برضو باظت. طب did you know that I'd been working from home for 2 months، والكومة عشان يا وحاتم، يبقى الإجابة رقم دي اللي صح. 40، ودي آخر جملة في الامتحان، وتعالوا نعمل حفلة بها بيها. Not essay is a type of essay that takes a stance on an issue. يعني ايه take a stance؟ اكتبها كده، عايزك تحفظ المصطلح ده. Take a stance on، دي معناها ان هو يلتزم او يأخذ جانبا مع، يعني بتبنى فكرة معينة عشان يقنعك بيها، يبقى ده اسمه persuasive essay. اول ما تلمح take a stance اعرف ان ده persuasive essay، وده سؤال مكرر. احنا كده خلصنا الحمد لله الوحدة الاولى. اول حاجة عايز اقولها لك، اول حاجة كده عايز اقولها لك، شكرا انك بطل، سمعت الوحدة كلها، واكيد انا واثق فيك ان انت لو في فيديو كده ضربته في الخباسة هتسمعه كويس. عارف انت لو سمعت الفيديوهات كلها بما يرضي الله بضمير، في امتحان جاي هحاول اعمل امتحان كبير حوالي 100 نقطة، حتى لو هنحله على 2 مرات بس هنعمله امتحان كبير 100 نقطة ان شاء الله، وهبعته لك. طيب الامتحان ده لو كان هياخد وقت كبير مني فانا ممكن احله في البي دي اف، وبعدين انت هتمسك الملف وتعلم وتقول لي اخطائك فين، وانت كان عندك استفسارات في ايه. الامتحان هيكون واقعي، واقعي هيكون محاكاه للجمل اللي ممكن تيجي اخر السنه. الامتحان ده مش هيكون في قطعه، القطعه هيبقى لها يوم لوحدها كده، هنزل قطعه وادي لك القطعه تحلها واديك اجاباتها. ده ملف انا بجهزه حاليا ان شاء الله معاك، فحضرتك جهز نفسك ان في امتحان هيكون 100 جمله. امتحان يوم الجمعه ملوش علاقه بالموضوع ده خالص، امتحان يوم الجمعه ده حضرتك هيكون عادي جدا، هحاول اعمله 15 جمله بس 15 جمله هيكونوا 15 جمله نيو او نيولي بورن. اوعى يكون في فيديو عدى منك، لو في حاجه عدت منك معاك النهارده وبكره اسمع وركز. اتمنى التوفيق لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.